تفضل يا دكتور تفضل. سولا اهلا يا دكتور. بليز بليز يا دكتور مش عايزه اوصيك. اطمني يا هاني، سياده السفير مفهمني على كل حاجه. اطمني يا سولا اطمني خالص. دكتور عزب اشطر واحد في مجاله، ده غير بقى انه صاحبي ويعني وعشرة عمر. الحمد لله. انا كل اللي قلقني انه بقى عصبي جدا ومش مستحمل كلمه من اي حد حتى انا. مفهوم مفهوم يا هاني، علشان كده انا هكون حذر جدا في التعامل معاك. واضح ان سعادتك بتحبيه قوي. بتحبه بس جايبه له بعد جاردز عشان يحموه. جاردز عشان كده مصدق ان حد عايز يأذيه. حتى لو مش مصدق يا دكتور، انا واجبي كصولة حبيبته اني اعمل المستحيل عشان احميه وعشان احسسه بالامان. بس ده ميشو يا دكتور، ميشو ده هو كل حياتي ودنيتي. طيب ممكن يشوف الحاله؟ اتفضل يا دكتور. اول اوضه على الشمال. شكرا يا فندم شكرا. ده بقى على ايده الشفا ان شاء الله، ما تخافيش. انا قلقانه قوي. لا لا ده شفت ياما عمل حالات احسن من كده كمان. بص يا هشام يا ابني، انا مش هتعامل معاك بصفه الدكتور اللي جاي يعالجك. انا ناوي هو مين اللي قال لك اللي انا عيان وعايز اتعالج؟ طب اهدى شويه كده واسمع الكلام اللي انا عايز اقوله لك وبس. ما انا هادي اهو، ما انا هادي. خلاص 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 خلاص. لما تشوف كل اللي حواليك بيكذبوا وانت الوحيد اللي صادق، ده ملوش غير معنى واحد، ان انا مريض نفسي. لا انا ما قصدتش كده. لا هو كده انا مريض نفسي صح؟ والله ما اقصد كده لا سمح الله. قصدي يعني انك انت الوحيد اللي بتشوف التخيلات دي، يبقى اكيد انت اساسا عندك بروبلم. يعني انت هتعرف اكتر مني؟ ايوه طبعا اعرف اكتر منك. محدش هيعرف اكتر مني. لا ده شغلي وانا فاهم فيه كويس قوي وعارف انا بقول ايه. الله مالك في ايه؟ ايه هي الفرخه بتعمل ايه؟ الفرخه بتبيض. لا الفرخه بتولد. بتولد؟ والارنبه بتعمل ايه؟ بتولد. لا بتفبس. بتفبس. يبقى الفرخه بتعمل ايه؟ بتولد. بتبيض. لا بتولد. ايه والارنبه بتعمل ايه؟ بتفبس. يبقى الفرخه بتعمل ايه؟ بتبيض. بتفبس. الفرخه بتعمل ايه؟ بتولد. شوف انا بقى مجنون واعرفك شعور الجنون على اصوله. الفرخه بتعمل ايه؟ بتولد. لا والارنبه بتعمل ايه؟ بتفبس. يعني هيجيبوا عيال كتير والله. الفرخه بتعمل ايه؟ بتدي وتفبس. الحمل مش عامل بيه. انا هعرفكوا شغل الجنان على اصوله. انا اعرفكوا شغل الجنان على اصوله. انا اعرفكوا شغل الجنان على اصوله. لا 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 مستحيل، ده مش طبيعي، ده مجنون، ده كان عايز يموتني. ابني كهاني مريض بفكره المؤامره. مؤامره ليه وازاي وامتى؟ امتى حصل معاك كل ده؟ ما كان طبيعي وكويس وما فيهوش اي حاجه. ايه اللي حصل؟ الوحده يا هانم اللي هو عايش فيها. وحده ايه يا دكتور؟ انا معاه طول الوقت ما بسيبهوش ولا لحظه واحده. ده انا مليه عليه حياته. ما هو ده البروبلم، هو ده المشكله. مشكله؟ ايوه ابنك محتاج يكون اسره وبيت واطفال واولاد يشغلوه ويعملوا له تشينج في حياته. ده من وجهه نظري العلاج الانسب لحالته. والحالة دي ايه بالظبط يا دكتور؟ دي حالة الشك اللي بتطرده طوال الوقت والهواجس اللي بتجري وراه. وغالبا المريض اللي في الحالة دي بيحاول يثبت للآخرين انه مستهدف من خطر معين علشان يلفت النظر اليه من غير اي تاتش. والحالة دي خطيرة يا دكتور؟ الحالة دي لو سبناها ممكن تتدهور. وعلى فكرة المشكلة الأكبر كمان حالة الشك تجاه الشخوص المجهولين في حياته ممكن تتطور انه يشك في اقرب الناس اليه. لا 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 يا دكتور مستحيل مستحيل، مش يشك فيا مستحيل. والحل يا دكتور؟ الحل يا سيدي ان انتوا تسيبوه على راحته، ما تحسسوهوش باي حاجه، وبعدين دوروا له على عروسه، جوزوه، ابنك محتاج يتجوز يا هانم. بقول لك يا ست السفير انا هستاذن بقى، وحضرتك لو احتجتني ممكن تكلمني على الواتس. اتفضل يا دكتور. اتفضل. انا متواجد على طول. شكرا يا دكتور عزب، الف شكر. مع السلامة. لا 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 يا خالو لا، أنا مستحيل أستحمل اللي بيحصل ده، مستحيل، أنا ما أقدرش ما أقدرش.